الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوش ويستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خم زور بخوش حال زانم كاتي كواب كود بينو لزيقاك بو بيشكش كردني بيامك وتيقه ويشتن لدوام سرتاوي آيني فيروز الإسلام كفرمدكاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم براستي إنسان هرتن دست بگیری به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیب ذکر نکانی سنت کانی او زور زیاتر لخوای پروردگار و رب العالمین نزدیک دبی تو و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای کرد و او کسانی که و خوای گور د مساوی انجوان که حمله دنیا حمله قیامت او کسانی که و جیل فرمودکانی او دگرن و جویان لی دبی و پاشان ادای دکن و دیگین و هر وکو جویان لی بوا فرسان و خوش ویستان دیار ابن حزدکم لناوکم ملگا ذاکم ملک جاری واهی گرفته در باری فرمودکانی فی غمری خواه صلی اللہ علیه و سلم حزدکم لسر هنده نقطه راب وست موهل وستب کم بو اوی سود ور بگرین لو قسانه کوا دیکن یکمین شد بر زانم اوی کوا پیم گرینگا لزانستی فرموده و رول و گرینجی فرموده و تیگویشتن لفرموده فی غمر صلی اللہ علیه و سلم بریتیل اوی ایم کزان است کانی فرموده دند را و بو آواه سیپی غنبر صلی الله علیه وسلم لغ غیری اولی اختریج و عزب کی نوا. یعنی راستی کانی فرموده کانی پی غنبر صلی الله علیه وسلم لذ جر آوانی بدعی و خرافیات و حدیثی غیر صحیح و آویک ثابت نبو و آویک واهل بستر و آواه ارشی همه مسلمانی که کواه حول بدع دوری بخاطر ولدینی پی غنبر صلی الله علیه وسلم لبروی زور بیجاد. بيدينا كان مستشرق كان إنسان خراب كار كان تماشان دخل لو درج عود نجوري حديثه شيء ضعيف يعني لواس يعني شتى شيء خراب كا قسيبي غنبرني صلى الله عليه وسلم بديني ودن وسين نون زابي ما عند فروش نو فاش عنيش مناقشة ما لقدر دكان كوي إسلام أو حديثي وافر مو زاقرين تريش لحياة إنسان أو كوا شعر زابي بفرمو دكاني في غمر صلى الله عليه وسلم وأوي قسي أو جوازي كاتو لقدر أوي كواقصي في غمرنية صلى الله عليه وسلم أوش يعني إيشي بياوانا إيشي آفرتانا بدر زيك بو آفرتان هرزور ضرورة شعر زابن لفرمودي في غمر صلى الله عليه وسلم لبروي أوان دستنا وتازية كان دستنا وآفرتا كان دستنا وخانا وهذا كان تيكلب لقر آفرتان دا براستي بياميشي صحيح وصريح يعني في بغيين انقلق باشتر اللوي كومل إقصي ناراست ونارواهي جاري واهي بزاري في غمر دا قوتري صلى الله عليه وسلم هیچ اصل و اساسی نیه لذیل. زبراستی اول نقطه چگرینگ پیمایا که انسان به خوی لگرماندیب که پیورکشی آسانه لو بدستینان زانان او رگان لو کرد کردین و زور بی او حدیثانی که هلبستراون لکتابی تایبت که این کردی توا برمون موضوعات کتابی ابن الجوزیه ملا علی قاریه ابن عراقه کمال زور لزانان کتابی گوره اندانا و لهنده کوا أو حديث أو فرمودانه هذ أصل أساسين يعني إذا طبعاً بيزق لوي كأساسين يعني زور جاري واحد لنا وكم ملقاش شيء شمال له دروس تكا يعني بون من مثالك بلم روجك ما مستعد شيء بريز لسر تلفزيونه زور بمتأثر وبكاري جريه وا أما شيء بحديث يذكر كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي ككاتك كبرك دروال بويش يقل جهاد وغزايا كان دا با خزانه که گفت ول سر بانی بود نیه خواره. بالام بابی نخوش دکوی. جواب نیروی لب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا لیا رسول الله بابم نخوش شویش دلی نیه خواره. مادام پی گفتی طاعیب یا وقت که. پس اون هر لخواره بابی دمری یا رسول الله بی مخواره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هر نیه خواره نبی بی خواره. دی بابی آن شارده و کفن و دفنی آن کرده بود تعزیه مندی و خلق دل نواهی هر نیه خواره. پس اوی شهریان او جاوا که او موقف لو آفرت بینی لسرزاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی راجینی خوای جبرای لجناح باب تبی خوش بود به سبب وی توی تعیم اردکت کردیا. طبعا اون دب تأثیر دیجرا و کاریگری لیه کرد وقتی که دیجرا من خزان بدانش و خلیق بود بگیری و تو مگری و درویا. اصل و اساسی نیست. او حدیث له همه طرق کاری و ضعیفه. سيجي ناراسته دواب بيناي زورتي خرابشي لسركري برزان يعني توتا ما شاكه
يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم او رحمه للعالمين او بيزگل ولا روي اسناد وحديث كلها مترقه كان يعني اقل درجه ضعيف جدا متروكا يعني منكر او حمزان انوان دربار فرموا ماشا او جاء تماشاك پیغمبر صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين شليدك يعني اون دبي بزي بني تخوارك او هم ايات لسداك باب دابزيا ني تخوار نبي بي اخوار بابي وفاتك ني تخوار او هم اجر فداشت لسروي كيش يك بتي نيش لسر مردوفك خاص تر مردو اگر بابي شي بي بي بات سر قبرانهم اجر فداشت ن نبي بي تخوار باش الدين الاسلامي واليك يعني ديني ولا پیغمبر فرميت صلى الله عليه وسلم افرد دو ستري لبوه يعني مالي مردي يعني ناو قبري اگر نه نبی به هیچ وازک بیت داره برای زنم خلکانی داعی زور پیویست در حدیث شهر زاب کات کشتیک تزویر درویا ناراست قصی پیغمبری صلی الله علیه و سلم اول او بدور بیخینه و دعای ویلی دسمینه و حدیث ما پیدا فروش نو دلم باشه محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم که او بر رحمت للعالمین انگو باسی دکن باشه کور رین دو آفرت هل سبانی بیت خواری هر توزه خدمتی بابی بکه هر توزه نویجی لسر بکه هر بچی تسر قبران لگر خلقه که یه اشتیک بکاتن یعنی آیا او هموی او انده دینی او اطاعه ده بی الا اوابی بوشی وازه بجالوی برای زنم یعنی پیم زور گرینگه انسان شهر زابی لقسکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکو خوی پیغمبر سی دفرمی صلی اللہ علیہ وسلم دفرمی من حدث عنی بی حدیث یرا انه کذی طبعا او حدیث ببنا معلوم مجول لخین ریتو یورا او یرا فهو احد الكاذبین وسيغك يا خير شهر بمثنى وجمع جدخين ريتو احد الكاذبين ف پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اگر يشي لي حديث شي جي روا زاني يعني لو يوا بديار دكتك او حديث وان يوال ابو خلق جدخين تو او يجي شي كل دروس نكا او يدروي بس من ذاكر دوا لغير او كذا شي جي ريتو دي باشو حديث صحيح پیغمبر صلى الله عليه وسلم تحذير ما نكا كاغاما لوي قسينا راس بزاري پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر نبستي وإنما أو بيام جواني أو كحديث جوان وريكو بيش يبوا أو لبو خلق بيان بكين نكش تيشي لبو بجيرينو لو عالم دوها ولا درتي أوشتا أصلو أساسيني وإنما حكاياتو يان سيروكو يان خرافياتو يان أباطيل أوشتا كأصلو أساسيني زالو براستي بو إما جرينغ وكو مسلمان أوانا حموي شعر زابين قسكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لأيدي كجواش كينوا لا أهلي حديث بيما عندلين وقتي خوي كابراك حديثي دادنا طبعا كليان برسي أتو حديثي لو دادنا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار جي خوي لجهنم دانا ويدروي بزاري من أوبكا فرمي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا أما دروي بسر وناكم إنما نكذب له أما دروي لو ذكي نكدروي بسر دابكن قلت يو فرقي هي أهل حديث تام بابا توند بدماغ بي تما عشانك يفرق كي لما بين آية بيامك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيويستي بدرو هيا تبسي دروي لوبكي يعني قسيشي ناراستي لوبكي إيستاش فرموديك هيا أو فرمودي لتفسيري كشاف وبيضاوي لو تفسيري أنوي طبراني كطبع كرايا لهمو كتبك أنت ما شاكا سطو تسار دا حديثة لك وتاي همو صورتك كتفسيدك حديثك دينتو أو حديث أصل أساسي لكن علماء كفضل لباري صورتك كعلماء فرمون او كسي كحديثة كيدا انا ولما انفرسيوا او حديثة لشيف وفلان لفلان حتى تسونوا كل مصدري رئيسي كاكتو او حديثة لشيف جيلي بويستا او حديثة ولا تفسيري كشافة هي كتفسيري كت اقر دوائي تسونوا مالي ويهي بتماشا كيان تفسيري بيضاوي ويزور بي تفسيري واحدي او تفسيري تبراني نك امامي عفوا طبري نك تبراني لتفسيري كي طبريش دا هاتيا لهمو ان باسي كرديا لي ان برسيله چي دانه وت والله واش ديت بخلق با مغازي ابن اسحاق ومشهور وبفقه ابو حنيفه ومشهورة في سبيل الله او حديث ام دانه استهموا علماء بحديث وريقوا بقصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسي اصلي شينيا وبختانا بپیغمبر صلى الله عليه وسلم هر شيء وصوره تبخيني وند خيري دقاتي وصوره تبخيني وند خيري دقاتي لا اول قران تا اخيري هر صورته حديث شيلو دانه حتى اجت صورتي فلق ناس هموي يشي حديثة شيلة بودانا سطو تساردا حديث ببختان زا اوا اما وكو مسلمان شهر زابين پیغمبر صلى الله عليه وسلم صفر مويته حديثك صحيحة لبو صورة كان ولا حديثك كوا أصل أساسي نيو درويا زا لو زانان قديما زور شهر زابين برزان استا اما كم ترخمي ماني اما حتى وكو ملتي كل براستي
حيفا او علم من اهمال كرد لكاتك دا ابن الصلاح يا كم كسبوا كمقدمي ابن الصلاح دانا حافظي عراقي ككابراج كرد دوبارا زوري اهتمام بو علم دا ديان عالم يشمان هي بلام استا كذا لو سردمي تكنولوجيا كم تر اهتمام بعلم حديث زيد كل ضرور بو خلجي ديك الزور زيات البهرمان كاين لو علم دا ابن حجر كيشك العالم هرق وركان شرح فتح صحيح البخاري كردوا برو تمام شايكا درس يزاني لكن شيخ دو يشك للطلبة كاني كتكي حافظي عراقي بوا يعني آفرتك الدرس في ابن حجر ورحمة قالي بهند زيرك ولا علم حديث خانواده يشي كرد بوينا باشا درسي بحافظ يشوكو ابن حجر دقو إيه استا آفرتان بوش عرسانا بالله علم حديث بزانن چه حق سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه هانش قصي اونيا او زور گرينگا كشارزا بن لوخات او دروي و ناراست لي بدور بيخنو او صحيح لنا و خلشي دا بلاو كنوا و دلنياش بن هر كافي حديث يشي ضعيف وموضوع لنا و خلق دا بلاو دا بيتو سنتك لزيد كجري يعني او سنت لزي لا ادري اشتي چي دي كي خراب لزي قي داد اندري جاء دقي علماء اگر تمشاكي لو ورغتني حديثا سبحان الله سر سوره منيك اوان بتن فلتراكو حديثا وردقت من منيك تن لو باز دكم بس لو يبزن اهل حديثا دقيق من حتى لبين يكتريش دا امام البخاري لصحيح كيد حديثك من لو دجرتوا ضلي حذيفي كر يمان كبرى جديد نجي دك سس دو ركوعي تواو نب مزبوط نب فرموي اگر اوها بمري كان يجي وادك لسر فطرة دينك في غمر صلى الله عليه وسلم نامري حديثك البخاري اون دي تماشا سنن نسائدك دبين حديثك زيادة يشي تدا زيادة كتدلي ضلي حذيفي كوريا من لي برسي تسن صالة أو هانو يجي دك قوتي تسل صالة أو هانو يجي دك قوتي أقر بمري لسر فطرة في غمر صلى الله عليه وسلم نامري أو إضافية ابن حجر كشرحك هذا لي بخاري لوني هنا يا رضا ورحمة إخوالي بي زانت سن دقيق ولا موضوع شارزابون لجياني حتى أصحابك كان دا لبخاري هاتيا أوان دا لنسائي زيادة شي لقرده تبر بخاري أو زيادة نديد بي بخاري تماشا دك هذا لي لبهند هنا هنا يا حذيفي كريمان بخوي لصالي سي وششي هزري وفاتي كرديا بخوي يعني اگر او حادثه لاخر تمن روي دابي خوي نويش 36 سال واجب كره كله اذا برسي 100 سال نويش اذا كبر درت 40 سال قبا يقول 4 سال ده شو هنا كاك دل البخاري هند دقيق بوا او اند لفظي وقرتك صحيح بوا او اندي ورنقرتك زيادك غير صحيحه لولا بتاريخ وفاتح زيفيك اليمن كل صالي 36 هجري وفاتي كرديا وقال آخر حدثك رويدابي أو قزية تماشا دكي تسار صال زيادة يعني مراعاتي أو نقطة ناشي كردية رضا ورحمة إخوالي بي لو يكاتك خطيبي بغدادي كتابي يشيد إنكنا القائم بأمر الله خليفه وبيد البزانة أو كتابة تزويري يعنى زولك كان نصارى هنايتي أنا كنا من ضلين أو تكتابي في علي كري أبي طالب نوسيتي معاوية كري أبو سفيان شاهدة سعد كري معاه شاهدة كأمجز يمان لسرنيا ايش ده فرمي او كتابة تزويرة اما كو ده زاني تزويرة طلب بابا او كتابة يقل شاهدة كان چه معاوية كوري ابو سفيانة معاوية لصالي هشتمي هزري مسلمان بو فتح خيبر لصالي حفتم بوا ايكو بو بشاهد سعدي كوري معاذ لصالي بينزي هزري شهيد بوا فتح خيبر لصالي حفتم بوا كو دو صال باش شهيد بوني وزهات يا شاهدي ده او كتابة تزويرة او اصلي نيا يعني ايما زور في وسمان بكسي كي بزاني هموسي ري في غمر صلى الله عليه وسلم شهر زابي لو خات لي كاتك يشك بختانك دروي قسيك بزاري في غمرك صلى الله عليه وسلم او قسي اللي بدور بيخين ملن اما قسي في غمر ني صلى الله عليه وسلم انما قسي في غمر صلى الله عليه وسلم هم مو مطابقه لقر عقل انسان ولا قر منطق روجانا دا ولا توانا انسان دا هيبك واشتينا رشي تيدانيه ديان جار او حديث ما ببرجوي دا ددن خالفهن شاورهن بجي افر سيبر سيام بيمكن بلان بجوي ان مكر هلو قوري او بختانا في غمر صلى الله عليه وسلم اصل اساسي هلو قوري بقسيش ام بزاري في غمر وهر هل بستو في غمر اخو صلى الله عليه وسلم خوي برسي بافرت كردوا برسي بصحابه كاني خوي كرديا دق قراني فرمي وامرهم شورى بينهم كوتو افرتي لي دبي در لكاتك دا في غمر اخو صلى الله عليه وسلم او مزنا وقوري امتك كيف يردك شيني كني ويكو ملقاب لنا وموضوع دا بعت دري زالوي برسانم زور زور جرينغا تو كتابكاني فرمودا
لما تونا كان لا مصطلح كان حديث هم شارزابي شارزائية كتبي كخلجك نتواني بي يك حديث زياد بك وكو إمام دار قدني رضا ورحمة إخوائي لبي دي فرمو حتى أمن زنديبهم كز ناتاني حديثي كي بدرو بلي لبروي نك حديث صحيح كان ضعيف دروي كان يشم هموي لبرا هرسي دروش كرابي بزاري پیغمبر صلى الله عليه وسلم اواني شم لبر كردية هر کس بتواني حديث يك ملو بين يمن جوي لي نبي سي دري ديده ميو انسان يعني اوندا زيرك اوندا بلي مدو ذا حتى لكسكي امام السيوطي لتدريب الراوي لي دجرتو قصي شي زوان اوان حديث يم بيشتر بحدثنا واش لبردك نكو كو يم استازور خلق تنبر ورمتني حديثك الى بردك او زناني صحيح يانا يعني اوندا تنبر بو خلق ضل او حديثي بحدثنا ولا بردك رهمو حتى زارك ذري طلبه كان حديثي عند خندو دار قطني شنو يجي ذكر رحمه اخوي لبي دلي قوتي حدثنا بصير نبي كابريا شي دقو دار قدي لنا من يجي بخو ناكري بري غلطه او روايه غلطه قلت سبحان الله يعني بقري وكره غلطه تم بقران ما مستدر غلطه با ني معناه تاء حدثنا تصير او يجنب يسبك قلنا من يجي بس بابنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون كرتيب بشر باء نتاء نونة تيجي يعني اشتاق يا النية أعقاد لي بتزيد كم زال ويجا كم في تيج مدى تيجي يعني أو أنت دقيق بونا لحديث ولو أرجعتني رجال كانوا نفر كانا زور لو دقيق تر كي يستع خلق زور باعتيادي حديث لكن تو داعية حديثك الصحيح نية ما مستعجل عيني إخوان قاستا دراسة حديثك إنك تدو حديثك الصحيح نية يعني أوانا أبي إنسان شعر زايب هلاي كمي أوانا بختان يعني تنابي أشتك بجير يوا كأوشت أصل أساسنا برضا ورحمة إخوائي لبي دار قدني فرمي حفظ كم من دب قوة بطلب بمكور مقر والله كما مسا درج شرح كر كغزم نبو لسري بنوسب لسر عردي حديث من دنوس يوا حتى طلبي إجل تنيش تنبو بيقوتم أجر حديث جنا نوس يوا جمان بحديثي مكة قلت بام بام من أجل السعر ديش بنوس مو كرشيدة كم وحفظ كم لتوب قوة رب ودا مقارمان ما مصالي بزوافات أوت سدرن سدم مقارتن ما مستوى حديثي لسعر ديد المستوى ما مستم هم لا بر كرديا قلت كذا بريد سم حديث سم قلت تايستا قلت شازدة حديث دوت يا هر شازدة حديث سم لا بر لو قلت هو لحيف زخوم عن ظهر القلب طلع إذا ما مستوى كذا قلت له لا دواي دانش توري غير دانش أو نوع إنسانة حقي ريز وتكريم وتقديري هيا كاتك أوها حفظ ذاكري بقوته وإنسانة سفيان الثوري ده فرمي أو أندم حديث لبركر دي لجيانم داشتكم لبر لبرناكر دي لبيرم شو بتو سبحان الله أو أندم حفظ بقوة دوا ده فرمي بكن فرسي ده تيدا فرم نازن لي رسيبي رنا جزمانا كيم لجير رنا جونجا وفرسي وي دوشك وبالي فوشت شاكا عفرد زانن أوها زادرة قرانية شو ده قول له خوي لبر خوي القرآنية قوم من تنجي خوم ذكر درسوك أو مقطع بهذا تدا فريم لبرم ذكر هرب بس جملة با يعني أو أن ذاكر يعني لقر حديث في غمر صلى الله عليه وسلم تكربو في أنا قو أمير المؤمنين في الحديث يعني أو أن ذبت يا ويش جورا بلا فرمودو شعر زاي شيء زوري زلوا فرزان براسلي إما كتماشى ذاكين فرمودي في غمر صلى الله عليه وسلم هول بدين بهمو طريقة كان يوا أو قصي بخت وصحيحة هي في غمر صلى الله عليه وسلم إما ملزمي فيه لبو خلق داروني بكينه وبياني بكين بلهم أوي بختان وقسينا ريكا لبي غمري بدور بيخينه وصلى الله عليه وسلم أو وكو نقطيش يكم وكو نقطيش انطلاق هيتس كسيك شتيك نجرتو كنزاني قسي في غمري صلى الله عليه وسلم لو إنك وتبر أوهر شيء كذا فرمي أويش أبيت بيشيك لدور دروسنك يعني دبي بيشيك لدروسنك لبروي قسيك دليتن هي في غمري صلى الله عليه وسلم نقطي دوان بري سالم كاتي فرمودي في غمر صلى الله عليه وسلم بغلط تفسير ذكي يعني معناه شي جواني لنادي وكارثة دروستك لنا وكمالك برو تماشا ميشو إسلاماتي بك هر هموي تماشا بك جماعاتي خوارجك دروس بوا معتزيلة دروس بوا مرجئة دروس بوا أواني أشعري وهمو في أكام بسبب تي هو دروس بينا فهمي شي غلط لقصي في غمر صلى الله عليه وسلم دائما إنسان بك تماشا قصي في غمرك صلى الله عليه وسلم لسر أول شهد ما شايبك لو ريق راسته لبو هوا وآرز وكاني خوش درانه چشي إنما لبو چه بكاتن في سبيل الله بكاتن معناه چه زواني لداتو أوي كوا قنزاوا تأويل وشتي فاسد ومعناه نارك وأوشتانا لو فرمودين پیغمبر نكا صلى الله عليه وسلم سوك لقديم شو تعصبك بو يستاش لنا وكو ملقامة ساو ما في ذكوي ما مستاهي چه آينيا داعيك كسيه چه دياره ودزاني نقد غلط دكا نهيش ليك دكا نه
او قصي پیغمبر گوتی صلی الله علیه وسلم او سنده هی پاشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هموی قابلی مناقشه کردن و قابلی قصلی سر کردن بلان بریگا یکدا بروین او رگا کزانان سلفی صالح و شراح حدیث رحمت اخوان لبی قصی جوانی ان لسر کردوا اما متبعي اوان بي چونكه يچ گلوش تاني كه اوان خوين لو ماندي كه برزان استا ايما گلا كم تر ايج دكين براستي من نامي توشي اوتان كم بي طاقتي بس دموي پيتام بلم اوي ايما استا دكين زور زور شتي چي كمل تا اوي پيشي كه خدمتي قران و سنتي پیغمبر يانا كه صلى الله عليه وسلم ابن منده يچ كه عالم كان اهل حديث دفرمي رحليكم كرد هات مدن لماري لبو طلب علم حسابم كر هتا گيش مو مالي خوم سل صالي ركم بيتو سل صالي ركم بيتو استا ايما خلق بنيره تدريس بك هشت مانغ لدري ناخي نديتو القاب والحسابات وشتي لو دروس تبي خوما ليبي تشتي شي زور زور قورا اساس فيربونا بري ظالم تو سل صال بس بقري لكن مشايخ درس بخينا لجيغاندا بمينيوا خزمتي علم علماء بك لخزمتي اندابا هتا قري ومالت سل صالت في بسي او خدمت علم اذاني روجي قيامتك اخوا سؤال لانسانك تمني خود لا تسرف كن رب العالمين تل صالا لخدمت فرمودا كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم تسري برزو انسانا ها يا سايمش ما شاك الا نوستن ولا قران ولا تلفزيون ولا فيسبوك ولا ديار امين ولا زورش ثاني دا سلفيك اي اودو تمنانا كفر كان النبي وبيت عالم يجديني اما جبينا تمريش مزقو في مصليك وخلاص براوستيك اللي درناتك خلق بتواني فائدة لورقي برو أو مؤلفاتي دانا وكتابي دانا وخزمتي ديني كردوا بقي ابن مخلد فرمي كتوم له خزمتي إمام أحمد دو جاران توي ملو طلب علم زاري يكم توم بالصالم بيتو علم مورقي تماشام كردي هشتا اكتمال نبو إما أو جارة توم وتسار ده صالت كم بيتو أو جاقر رامو ماري تيجي لو يدلك قريشت مكن إمام أحمد أمقو درسم بيبري يا أحمد گوت یمن زاره ممنوع کرای مل درسوشتی و نابی درس بریمو دیار لو وخت شند خرچ ظالم او وها خلجان منعکر ل درس ولا خطبه ولا وتار ولا زورشتانه گوت یمن ممنوع کرای ما نابی حدیث بلیمو گوت یتم خمل لزی چ دور هاتی با گوت یمن خول افریقیا و نه هاتی گوت یتم یا امام مش گیشت ما افریقا سن بحر بریمو من خلچ اندلس لنا جزیره کان وین در راحتی ما گوت والله ذات د به درس پیو گوت رضا سبحان الله به طریق درو ذکر دن درس پیو يعني مو زار امام احمد لتنيش تخوي داد انا ديغو او بياوا تورغي دروزي بخوي داد دا دهات مالي من ارست ان يا خير تان دغات يشتكم بدن بفير دهات انا حسي دو حديث ملودك وحد زكاين دنوسيوا دروي لبري ذكر فاشي صار وجديدي هاتو بترو تورغي دروزا بس حديث ملي وغري دي فرم طلب كان او ها علم فايدا اكري يعني استا خلق تماشاك الا مالي دا علم هي وري ناغري زور ضعيف العلم دا يعني يا شغله فيا وصال حكانا فرمي بيش نيجي بيانيه تم جيل ما مستاب غريم دري سبحان الله كتومك ما مستاي باران بو تربو تربو بم كيف في ما مستا قلت ورا لتنيش من دانشا قلت وقتي خوي وشي تو متم له طلب علم مزقوتك قفاد وبزي شي داتم عاصب تاريخ ايش بتساوم نيدين كتماشام كرد دستي خمراتش شا او گوشتی همولو بو کته سهش چی بپروکه چی بستامو لخدمت ما مستاد انشتم درسم خی نم گو ما مستاد دست نشم او هابرین دار بو ما مستاد شستی پی نکرد جنابت بس قلب تربو و نزانی که تم هینای تیره ایشه چی زور میمد کردی هر باران لیده بس ویستم پید برم که علم او ها پیدا کرد درستا یعنی او خلکا او روکا بی هم بدری لوی فیر بکره فیر علوم شرعی بکره بلام جهود بکا یعنی حول بده مندوبون بکا لخدمت ما مستهم بی دابنشی لو خاطر فیر علوم شرعی فهمی چی صحیح ورگری اوی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسری بو با اصحابکانی فرموا ابن حجر رضا و رحمت اخوائی لبی امام مناوی لکتاب فیض القدیر داشتی چی خوشی لیده جرتوا دلیل بازاری داده روی بلام با زور کشخی طلبکان طبعا زور پیشتر ریزیان لما مستاگر ها يعني ريز يشي تقدير زور دل عندي طلبه بخوري لسدستي دانا ابو لفيش ما مستاي دروي لتنيش دي دروي بس لو ما مستابوني نا خوش شي لبوني ابن حجر الزلو برقش جوان وكشخ وبون خوش لزاده دروي يعني درجو لك هيك تاي بيكت قلت يا امامي مسلمانا سؤالكم هيا قلت ايش قلت فرم وانا نا بازارك وخلت ايش لدوري ان كوبو فرموي او قصي بيغمر اذا فرمي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر قلت يظل قصي بيغمر صلى الله عليه وسلم گویی تو خواهی زن سزنکه اتو تیدای صبح هشت شام تیدار اما رون فروش هم قلبم وابوی ترونو لناو او پیسای داما
اتوجوا طلب بخور يعني لو بيكري في غمر جده فرمي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن او سجنتها وجنه الكافر بهشت كافر او بهشت منا زاني بن حجر تي فرمو طلب هم جيدات زاني ما مسات جواب داتو فهمي شي صحيح وجوان تي گشتن قلت كان شي زولكا او بهشت اخوالو يدانا ملصاو استكته دام سجن او جهنمي كخوالو يدانا لو كذا شي كهرد دكل لغلي داني اير بهشت دل زولك كتما سمع معنا كيف خراستك فرمي او بهشت جهنم كدان درت وبفيوري ارميكا طرف اسلم اليهودي مسلمان بس بقص جوان ابن حجري اولو يزور جرينغ لحياتي انسان برسانم يعني اشتق لي بداتو لقصي في غبر صلى الله عليه وسلم دينك جوانكا يستخلك لنا وكم القاده سبحان الله تماشيدك ديني ناشرنك سلام لو زائزني نيزل دوبك زائزني او يسيبك او حرام او دروزني زار حلال هلكني هرنيه همشد حرام همشد نادروس همشد دين تصق بوتو زيق بوتو او نابي بستدري او نابي بروا نابي او تمشاكي نابي او باب ديني في غمر صلى الله عليه وسلم وانيه محرمات سنشتي دياري كراوا ان الدين يسر محمد المصطفى فرمي دين أحسانة نابي قرصك وقتك وا قرصت كر لسر خلق خلق دستي لي بردا وقتك وا اواد لخلق كر دين لكن خلق دا ناشير نبي وشتيشي ناريك بي زالو برزانم او نقطيش فهمي شي جوان لبوق سكاني في غمبر صلى الله عليه وسلم ليك بدينوا نقطيش تربر زانم بريتي لوي كوا ايما كفيري سنتي في غمبر بن صلى الله عليه وسلم فيربون لو اويزي بزيبكي يعني ابي لجياني روزانه ماندا ببرتشاو بكويتوا كتو فير دبي مثلا ري صلاه الضحى خيره صلاه الوتر خيره بون من اوشتا ادرو فاداشتي قران خينن اوندا ازري هي اوشتا انا لبوت يا بريسان لبوت تطبيق كردنا يعني حجتي اخوال سرخو زياد ما كلكاتك دا كتمشادك يعني زورشت فير دبي بلام عملي روزانه كما ابي تماشا جياني روزاني خوشت كي فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخود دابين يجي وإلا روشك دادي لسري قردار بيوا أجر عملي بينكي دائما أو تطبيق زور جرينجا إما لنا مسلمان زوري دزاني بلام كم تطبيقك خوي أصل وايا أجر كم إيش بزاني بس جيب جيب كي هرشتك الزاني بعالم بري بخلق بري لو أو إنسانة يعني بهرمان بلو قصاني في غبر صلى الله عليه وسلم لو روجانا ما قال ليكم دخين دوشتي زور خوشي تدابو لكابرايا كان برسي أوروبي بس مسلمان بوي قوتي سفريكم كله بولاتي تركيا گراین بناو او شهر دا توشی گونده اگ بوین شو من بسر دا هد توشی پیاویشی بوین او توز اگ بتا من گوت من اره فندق لو گونده هی گوتی ناولا اره فندق سیده که بس فرمو بسینه مالیه ما گوتی مش بشته چی طبیعی ور من گرد باب سینه مالی بزنین سیا سینه مالی ماله چی متواضع فقیر لمن در بو خواردن یشی متواضع لپیشی دانای غرفه چی لبو چول کردن انگول لیره بنون جلو برگوشتکانی هینا دلک کسبینی هستن سیر من چاو پیکن پیاوکا بخوی و بچار پینز من دالو خیزانی و لدر نوستی هر او غرفه هوا باشا کام را گوتی تو تو شیطی تواونی باشا کو مالو من دال لبن او دارانه جوکش سارد بو احمد لجور دانه بودو با جم نیا گوتی لبرخاتی او حدیثی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کده فرمی من کان یؤمن بالله والیوم الاخری فلیکرم ضیفا هر کس ایمانی بخوا و بروج دوائی هیا بارز لمیوانی خوی بگری پیغمبر وای فیر کردین صلی اللہ علیہ وسلم بوی من تم لجور دانه بخوش من مال من دالکم نداری بوم ایدی یک روزه طبیعیه ممتنی بالا وزیات نش خدمت داد کردن باش سبحان الله تماشا دکی او پیا و گویی دکتانی فیر اسلامتیم که او بتمن تو زشتی پیا گویی بودی برو ترجمه قرآن بکرا و سنی پیا غمر صلی الله علیه وسلم شعر زاب و آن کرایت کردی دل دو من متابعی اسلامتیم کرد پاش انجیل قناعتم لو درست بو مسلمان بو دل ایستا لهزار کس زیادترش لصد استی من مسلمان بو مرکز ایچی دینیشم دان آیا او همو خیر و خیراتو از رو پاداشتا که لو چی دگره تو بر زانم لو او پیا و فقیره که یک حدیثی تطبیق کردیا او تطبیق زور اساس لنا مسلمانان تو فیر قصی پیغمبر ابی صلی اللہ علیہ وسلم رئیس لمیوان بگرا برمجاری وایا کسا کل سبعنی نای تخواری بخیراتنی میوانا کیب کا زیرانا کی دی رئیسی با شوازی چی جوان لی ناگری او کسی که به میوانداری دیده کنند او کسی که جوید دیده بیداری پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم یا قصه خیر بکه یا بیدنگ به هر شده که جیلی بو لجیان روزانه خود دا تطبیقی که بزانه چه برکتک درسته بی
بس بو فیربون نیه بو جه و ذکردنه لوی او انسان اذر و پاداشتی زور بی لکن خواهی تبارک و تعالی براستی تطبیقه که گرنگ برای زالم مثلا لوی ایمه براستی ابی هول دهی لناو خلق ده حتی مندالکان گرنگ ترین شد اوی اتو اهتمام با مندال بوده مندال بینا با تدریس بکا با فیر بی با فیری حدیثی پیغمبر بی صلی اللہ علیہ وسلم لگت که ایده اوان همون اشیانی ده تطبیق دکا هر من دارك شتيشي في إلا روجانا في تطبيقي دكا حتى لكتابك شتيشي خوش في دوا آفرتك ده فرمت شو مالي آفرتك شي برادرم دلي لقرأ في قسم عندك كردري من دالك شي كتكي هاد قوتي ده قصر شي لباش تدروس نكي دلي من المواعي غلطي كردي واتش دره من دالك دلي دوسي زاروي قوتي ده قصر شي لباش تدروس نكي إيه قصر كورم كل لباش تدروس تبي وتي أبي قوتي دري بيد عجيبة قوتي يا قوتي من دالنا وحدثنا فيك دينا في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسر رجيا هذا زار قل هو الله أحد بخيني خوا قصر شيء لباس تلو بينا ذاك هم مو رجيا ومن دال ده دا قصر شيء دروز نكين ولا بيك وقصر شيء دروز نكين ودر واحده أي قوتي والله وش تشي باشا قوتي داشي أريد دا دار خرما شيء دوري نسين لي قصر كي باش دار خرما كودا تين دري لبين ده تدي وحدثنا في غمرة صلى الله عليه وسلم ده فرمي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة هر کس بر سبحان الله وبحمده خوای گور در خرما شیل باشت لو دتینی زما روز خریچ چاندنی در خرما روز خریچ دروس کردنی قصر لگر او من دالانه او هالی امراینانه او ها فرمودی پیغمبر یا فرد کم صلی الله علیه وسلم تو دا که سن فرقی هه لگر دایش حتا استا یک کلمه قصی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بمن دالکانی نگوتیا او کم ترخبینیا او او حدیثن یک پیغمبر در فرمی صلی الله علیه وسلم روز قیامت دا کو بابا کان له اند پرسیتو آیا من دالکان یان ضایع کردیا یان اوتی فیری شتی باش یان کردونا لروج قیامت بر سیاره کری بر زانم لو یات بین لروجانه دا او من دالانه فیر راز گوی فیر تطبیق سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یان بکی یعنی او شتانا گرین گله حیات انسان دا دائما بتطبيق دروس تبي نكبس بقصة إنما بعملي لجان روزانة تاتا تطبيق بك إلا خوا بركتي ديختي إلا خوا يقول أدر فاداش اللي بودادني بأوش تكميش بي ما دام أتو أنزامي دادي ما دام بعملي فيري دبي براستي شتي شي جرينك زالوي برا زانم براستي إهمال ما كان سكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو قورة ترو لو جوان ترو لو بون خوش ترو لو رئيس دار ترمان بدأس ناكوي كاتك بنين أبقصي شيا هي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثة كسية صحيحة واي فرمو پیغمبر صلى الله عليه وسلم او جا تطبيقي دكي او ازر و پاداش لكي زورد لكن خواهي پروردگار و رب العالمين دا پیدكا یک نقطة دريش لبوتان اماجا پیدكا مرزان اوش بريتي لوا دقت وقرن لقصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم والله هرسن لي ورد بي و هرسن زوان تماشای دكي يعني شتي جوانتر لحديثة كان دا فير دبي خواهي قورا شتيكت فيركا وكبر إلهامك شتيكا كويتا ناو ضلت معناه زور جوان لحديثة كان وردقلي يعني ابن تيمية رحمتي خوالي ببر الزانم أو بي أو عالم أبو أو زادة فرمي أقر فهمي آياتك حديثك ملي تكتوبا دا سوما مزقوتي مزقوتك اللي خوري با سرم لنا وخوري دنا دمقو يا ربي خواهي فيرمك بس لخواه فارمو خواهي فيرمك خواهي تيكويشتنم لو حديثة زياد بكي سرم لنا وخوري دنا لسز دا لو خواهي تعالى بس لو إلهام يشي معناه يشي جوان وبقوة فير بكا يعني إنسان أو الزور قريقا لقصي بيغمر صلى الله عليه وسلم لشروح كان لو أنا تما شابك لو استفادة ور بقري زانا أنا فرمي أنا بري ظالم هم طالب علمي لازم تسار كتابي لما لي هبي بس أول أبو شيء لبو أهلي علم لبو أوانيك توزك شعر زان لدين نقبل مر عوامي خلق تسار كتاب لما لي دا وجودي هبيت تمهيدي ابن عبد البر كوا شرح موطأ مالكا دفرميت سي صالا لديار 1800 وشتك حديثة يعني ناقات 1900 حديث موطأ مالك سي صالا دانشتو ما أو كتابم تفسير كرديا سي صالي ريك خزمتي أو كتابم كرديا أفرمون باشترين كتابة أو لا شرح حديثة لهم أبواب كاني شتي زور بقوته بهزي تيدا كوقتي خوي 800 مجلد بويستا بويتا بكمبيوتر وشد نسيت أنا وبنو مجلد وبا زل دي زياتري شاحية فاشو بيدا فرمون كتابي المحلى هي ابن حزم ظاهري محلى ابن حزم كتابي شي زور قيمة توصيان كرديا زانان رضا ورحمة إخوائي لبي وفاشان السنن الكبرى هي إمام بيهقي رضا ورحمة إخوائي لبي أو كتاب جيك لو كتاباني كوا توصيان كرديا لغير كتابي مغني ابن قدامي أو تار كتابة لفقه لحديثه لآدابه لتسكية يعني زور زور دولة مندة إنسان لو تيجيشتني باش لديني خواي جورا شارزابي بتواني أموجاري خلتي فيبكاو قصي راس ودروس وصحيح تدابي
او چار كتاب رئيسين كإنسان لما على داهبين زمن شتيكتان لو باز دكم لسم وطئ إمام مالك رحمة إخوائي لبي إمام مالك أبرايا كاتكني برسياري شي طلاقي لك بس برسيارك زور سير بو فرمي يا إمام دبي من طلاقم كاد بيقوتي لو قلتو لا من أول بلم لبازار إذا فروش كابرا قوتي زوري دخيني قوتم أخذ سندي دخيني قوتي هر تنقاوي كردم إكاكا زوري دخيني قوتي قوتم سيبا سيتراقم كي بشو روش دخيني دبا خودر داكت ای گویی کابر گویی بابا او کاش او روز دخیلی وای هر از دوام بیادن کم میشینه ای دت چه در تراقه کرد نکتیا برو هر وقت امام مالک طبعا امام مالک لما مدینه دانش رحمتی خواهی لبیل زی فی غمر صلی الله علیه وسلم لی فتوای دال ابو خالد طلاق است وقت امام مالک فرمی او طلاق فرمی طلاق کتیا دخیلی شو روز و تو تمنا ولا بس گل زور دخیلی یعنی هر حساب که بیادن نمی بس دمش یابینی او هر زنشیه دخوات دمشو آوی دخوات دمشو بیه دگم دوای دست بیه دکاتو فرمی تو طلاق کس ضایع بود طواق یعنی کوتاهی هات امام شافعی طلبی بود هند تمنیشی گور نبود دلک خبره هات دل زور بعد زی امام شافعی پی فرمود گویی برو بریه کجلا دلی دل تا او طلاق نکتیا گویی باشه آخر بریم چیه گویی بریه کجلا دلی و دلی او طلاق نکتیا ایش گرای و گویی امام او طلبیش دلی او طلاق نکتیا گویی که بانجی که گاز کردی تی مامی شافعی بی مامی شافعی حفظ زور با قوت بود و زوری چی خواست دیز گویی لخو تو کوفت وایده دی فرمی یا امام حدیث که تو لیو جرای لو حدیث که من لیو جرای بل بل شو روز نخینی طلاقی نکوی کابرا گویی آخه یک زار وانیه تو ببی توضیح حق بدم مگه جنابت یعنی بس مزال بفرمی لوی توضیح حق بدم فرمی بله که او حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو لیو جرای نوا آفرت یک دیت خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفرمی یا رسول الله دوک ساعتی ندا خوازم ابا جهم لگر معاویه میف بشیهان یام بکم طبعا وی استشاره پیدا کرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم اش فرموی والله معاویه فصعلوك لا مال له معاویه فیاوش فقیر هر دیناری الی الله اینیه اول وی قری اگوت یدی ابا جهم گوتی ابا جهم فلا یضع العصا على عاتقه ابا جهمش گوپاری لسشاری ناین تخواری ما بس دي بي ويزور لجنان هذا يعني هر قفاري حاضر هر قصه ايش قلدو ليدا يعني هر قفاري نايت اخوار يعني حاضر معدل هو بكل قناه كاك برو يك ايش كيلو دي توبي غير مثلا صلى فرمي شوي بيبك قلت تزوتي علاقي بو بو موضوع طلاق داهيا زانا سبحان الله او فهم جواني امام شافعي بفوريك لويدي فرمي يا امام او بيغمرك فرمي صلى الله عليه وسلم داري لسا شاني نايت اخوار ابا جهم دنوي يا نانوي فرمی دنویتن فرمی دارکه چیله دکه ادای دخواه دارکه ای فرمی نانی دخواه آن نبا نانی دخواه به دارکه چیله خود داری لسه شانی نیو نانی بخو غیر داده نگو پارکه بالام زور بی وقت لسه شانی تی او پیا و فقیره ویستی بل بله کی بفروشه و گویی زور دخینی و طلاق کشی بس زاری داد عینا وچی قصه کی ابا جهمیه لوی او طلاق من پیم وای عادی بکی و ناکی گویی والله قصه تو تو و راسته کی او طلاق ناکی یعنی تو بسته ماشا او فهم دقیقی که اوزا لوی امزور جار دلم بریزان کور برانبر به امام گورکان با ادب بین بریز بین با احترام بین گوراتی اوان لبرتاوی خو معنا بگرین والله او علمی اوان هیان بو او فهم او تیگوش نی اوان اوان بو لگر او امزور زور فرق جی اوازی هيا سن ریز لزانا زیاتر بگری الا خوا زیاتر موفق دکا سن خوا نخواسته انسان چی لا ادب ضعیف بی ولا واس بی إلا بزانا دليلت لسر قلة علم أو زورشتانا دكا بلام إنساني تيغيشتو عالم دائما أبدو أو استنباطانا دا دقار دبنشتي وادا بنتو ولبو خلق لما أزقق لو برنا خوشي دا قرتاريان دكا يعني وايلي دكا أو إنسانا لو ما أزقنا خوشيا كوتاي في بيتن إن شاء الله لكوتاي دا شتي شي خوشتان لو درم بسكو زور زاري درم ما مستاتو دبنشتي شي خوش لآخيري هر بري بملم دا هاتي والحاسي كلام هارون الرشيد دانش بله مزیس یک دا قصه اند لواکر خلیفه بو آوا خلق زور دانش بو کبرای پی فرمو فرمی ای جنابی خلیفه زنی روزه کبرا پنج جنی پیکو طلاق دا اش گفتی پنج جن کو پیکو دبی گفتی ولار هر پنج پیکو طلاق دا گفتی خود سری لو حراره پنج میلش اینا گفتی آوا کبرا سر جنی هابو سر جنی هابو گفتی لگه یکش جنب دم قاری هات دنگ دنگو قصه و گفتی سه بسه طلاقم دای ای گفتی آویه گویی جنکای دوام گویی باشه کبرا انسان کس دست دم قاری جنی طلاق داره خواب بدگیری تو جن رو طلاق داره است لکور خود کرد و لو گوری بس دست دنگ دنگ و دم قاریه چی گویی او اتوشم طلاق ده ای گویی او دو گویی ای سیم به جواب داد گویی اگه پیا و بای دو جن در روزه چی طلاق ده گویی او اتوشم طلاق ده ای گویی او سه
گوتی این سرم ایش پوزه چیلیه در گوتی بس امنت بدسته و مایه تازه سی برم دوی بجه مکه گوتی اوه توشم ترابطه گوتی اوه سر گوتی زیرانه چی ابو اوه اویش کابره رشیلش دکه ابو نیده زانی کوی تراغ ده گوتیش نکه سری برن که لسه دیواری گوتی تو خواه کابره اگر توزا غیرتت هبا سر جنت لیگ روشی طلاق ده ده گوتی اتوشم طلاق ده اگر مردت رازی بی پیاوکل شوره بگوتی امیش راسی ما گوتی اوه با پیدزا إذا لك تايدا فارين الأخوة فردقار رب العالمين يا ربي إخوائي ظلما أنسان خوش وخوشتري كي بقوري خود يا ربي إخوائي لديني خود زياتر شعر زامن بكي يا ربي إخوائي فضل وكرمي خود لقل ما مكي بعملي خرافي إما لقل ما نكي يا ربي إخوائي قرآن بكي بهاري ناود الله كان من يا ربي إخوائي زياتر لسنة محمد المصطفى شعر زامن بكي يا ربي إخوائي لقناحي خو ما نداك باب ما خوش بي خواهی خزانه کان من اصلاح بکی من دال کان من صالح بکی سرفرازی دنیا و قیامت من بکی لرو رشی دنیا و قیامت دم من پارزی یا ربی خواه هر تیلو مزیس دانشته نخوشه یا نخوشه چی خواه شفای لبنیری یا کسی چی لمردو خواه لمردو کی خوش بی یا گرفتی چی خواه گرفته کی لبو تاره سر بکی یا نیازی چی خیری لدل دای خواه لبو زیب زیب کی یا ربی خدا لد دپارینو کل دنیا او حکم من دکی ول زیو ها برکت لفردوس ول علاج او حکم من بکی و یا ربی خدا لد واروش دا لجیر سیبری خود دا حشر من بکی بدست محمد المصطفى لحفظ کوسر او من پی ببخشی آمین آمین والحمد لله رب العالمین السلام علیکم.